الجيش الإيراني يعزز معداته العسكرية بالصناعات المحلية المتطورة، وفي أحدث خطوة في هذا المجال تم إلحاق 2084 نوعا من المعدات والأسلحة الجديدة التي أعيد تجهيزها وإعادة إنتاجها من قبل القوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية بعد إزاحة الستار عنها من قبل القائد العام للجيش اللواء عبد الرحيم موسى. من مميزات الأسلحة الجديدة التي صممها خبراء في الجيش هي أنها قادرة على ضرب الأهداف بعيدة المدى والنقاط المحددة والأهداف الذكية بدقة، وأيضا فيها إمكانية الربط الشبكي. قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد كيومرس حيدري أكد أيضا أن الأسلحة الجديدة التي أضيفت لترسانة قواته متطورة وتم إنتاجها وفق أحدث مكتشفات العلوم والتكنولوجيا على مستوى العالم، وستزيد من القوة القتالية للقوات البرية. الحرب مثل كائن حي يتغير شكلها وحجمها ومعيارها كل يوم. وصلنا لحد الآن إلى نتائج مرضية، لكن في المستقبل يجب أن نقوم بدراسة وتطوير وإنجاز أكثر من الآن. ومن الإنجازات الجديدة التي أضيفت إلى القوة البرية للجيش طائرة الحرب الإلكترونية من طراز مهاجر 6، وهي مركبة جوية بدون طيار للتشويش الإلكتروني ودعم الحرب الإلكترونية والهجوم الإلكتروني ضد شبكات اتصالات العدو. وأيضا طائرات سويتش بليد بدون طيار والتي تستخدم بشكل شائع من قبل الوحدات والقوات الخاصة. هذه المسيرات قادرة على تدمير جميع أنواع الأهداف الثابتة والمتحركة.